ديال المدينه ديال بن سليمان بحيث ستهم وخدمات ديال الكنس الالي اليدوي الجمع ولاول مره العمليات ديال معالجه النفايات الخضراء بحيث سيتم كذلك معالجتها في هذا العقد هذا. كاين كذلك الخصوصيه الثانيه هي الاستخدام ديال اليات جديده صديقه للبيئه فيما يتعلق بالاليات بالحاويات تحت ارضيه اللي استخدم منها تقريبا واحد 30 بالاضافه الى الاعمده حاويات العباره على اعمده هوائيه عاده تكون المناطق اللي كتعرف افرازات كبيره من النفايات. الخصوصيه الثالثه اللي ممكن نقولوا على هذا المشروع هي لاول مره دوك الاعمده المدفونه اللي كتحملها واحد الاليات خاصه جهزت بواحد الاعمده اللي كتهزها باش تفرغها يعني في نفس المكان نفس الشاحنه عمود الكبير اللي كيوصل تقريبا السعه خمسه ديال المباحث اللي ممكن حي واحد والله فيه خمسه ولا سته ويكفي له الجمع ديال الافرازات اللي فيها. هذو هما الخصوصيات بالاضافه الى الطاقم البشري اللي اقترحته الشركه في اطار العرض ديالها التقني اللي كيهم مدراء داوود اضافه الى اليد العامله اللي غتشغل من مدينه بن سليمان ما يزيد على 150 ديال العامله هو عدد تقريبا يفوق واحد تقريبا ب 70 يعني يد عامله ما يفوق بنسبه 50% من اليد العامله اللي كانت في العقد القديم. هذا كله نظرا للتوسع العمراني اللي عرفته مدينه بن سليمان الكثافه ديال السكانيه اللي زادت كذلك في مدينه بن سليمان كل يعني الامور لا التقنيه ولا البشريه عولجت من خلال الدراسة وقدمت في العرض الذي نال الموافقة ديال اللجنة اللي كانت كتفحص هذا باش فزنا. هذا كله هو يبشر بأن بنظافة جديدة لمدينة بن سليمان بأجواء بيئية جديدة. المطلوب هو من الساكنة التي نهب أنها تنخرط معنا في هذا الورش البيئي تنخرط معنا لأنه واخا نجيبوا الآليات واخا نجيبوا الاستثمارات واخا نجيبوا حتى الأطور لا التقنية وحتى نجيبوا الاستثمارات كما كانت الى ما انخرطتش الساكنه والمواطنين من خلال بالجمعيات البيئيه من خلال الفعاليات ديال المجتمع المدني ما يمكنناش ننجحوا هذا الورش البيئي. فهذا نداء للساكنه فهذا نداء للصحافه والاعلام باش يواكبوا معنا هذا الورش هذا يواكبوا معنا هذا الحدث الكبير هذا الى بغينا نجعلوا مدينه بن سليمان فعلا المدينه الخضراء المدينه البيئيه بامتياز. شكرا.
الله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد عالم الإقليم مسلمان السيد باشا مدين مسلمان السيد رئيس مدير العام لشركة أوزون السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية كلهم باسمه وصفته السيدات والسادة المنتخبون السيدات والسادة رجال الأعمال أيها الحضور الكريم يسعدني بهذه المناسبة باسمي وباسم أعضاء المجلس الجماعي أن نتقدم الشكر الجزيل إلى السيد مدير العام لشركة أوزون وكل العمال الشركة على المجهودات التي تقوم بها الشركة من أجل الحفاظ على نظافة مدينتنا الجميلة كما ندعو من هذا المنبر شركة أوزون إلى التفاني في عملها قصد إسعاد ساكنة المدينة ومعلوم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ أن ينادينا في خطابته بالحفاظ على نظافة مدينة بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة والسلام عليكم الخارجية المدنية والعسكرية المنتخبون ديال المجلس البلدي وسائل الإعلام وفعالية المجتمع المدني أولا أستغل هذه المناسبة هذه لأقدم للسيد عامل صاحب الجلالة بأحر التهاني على تجديد الثقة المولوية ديال صاحب الجلالة نصر الله وتعيينهم عاملا على إقليم بن سليمان إقليمنا الحبيب هنيئا لكم سيد العامل فهاد الكلمة ديالي المجازة أنه كما كنشوفوا هذا مشروع بيئي كبير هذا ورش بيئي كبير جدا خصنا نتضافروا كاملين كما دابا قال لي السيد العامل فملي كنا كنوريوه هذوك اللوحات ديال المشروع الورقة التقنية خاص كانسيستي قال لي خصنا المجتمع المدني خصنا المجتمع المدني هذا نداء ها هما حاضرين معنا فعاليات ديال المجتمع المدني حاضرين معنا هذا نداء لهم باش ينخرطوا معنا ها هما لي كاميون ها هما الاطور مشروع فيه استثمارات غير السنه الاولى اكثر من 2 ديال المليار ديال السنتيم واخا نجيبوا حتى 10 ديال المليار الى ما نفعل ما نخرطوش معنا المجتمع المدني وما نخرطوش معنا الساكنه ووسائل الاعلام ما يمكنش لينا نجحوا هذا الورش البيئي اذا ما نطولش عليكم نطلبوا من السيد العامل باش نقوموا بواحد الزياره نشوفوا هذه الاليات ونوقفوا عليها اللي غادا تقوم بتنظيف ديال مدينه بن سليمان Thank you.